اهلا بيكم احبائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج بيوت فرحانه. الحقيقه النهارده انا مش عارف ابتدي منين. كل حلقه بلاقي قصه احكيها بتعبر عن الحلقه اللي احنا او البيت اللي احنا عنده. بلاقي فكره معينه بتجيلي، لكن النهارده عندي الفكره عباره عن كلمات، يعني بساطه، محبه، ايمان، لطف، سلام، كلمات كلها هي الثمار من ثمار الروح القدس. النهارده الحقيقه عارف يعني ايه نور اما البيت المسيحي يكون عبارة عن كنيسة، والكنيسة هي عبارة عن نور. انتم نور العالم، انا في بيت طلع نور، دي حقيقة مش خيال، انا في بيت طلع نور. الناس شافت فمرة البيت ده فيه نور، مش مرة ده كذا مرة. احنا النهاردة في بيت ابونا بشوي كامل الانجيل المعاش. ازيك يا تصوني انجيل؟ نشكر المسيح. منورة قناة مريم مرقص وبرنامج بيت فرحانة. مرسي خالص، ما نستاهلش الحكايه دي ابدا. احنا عايز اقول يعني حضرتك ان احنا واخدين بركه كبيره قوي النهارده البرنامج واحنا في بيتك وبيت ابونا بشوي. يعني انت قلتي عن ابونا الانجيل المعاش. ايوه مظبوط. ليه؟ عشان ابونا كان يسمي كل القديسين، يقول كل واحد منهم انجيل معاش. واحد زي ان بنطنس مثلا قرا الايه اللي بتقول ان اردت ان تكون كاملا ادب بيع كل مالك ودي وزعه الفار وتعالى اتبعني، فهو عمل بالظبط، فبقى هو انجيل ان براكتس بقى، فهو نفذ الايه فبقى هو انجيل معاش بقى. فانا قلت ابونا كان بيعمل كده فعلا، لان كان قرايته للانجيل ما كانتش القرايه اللي ياخد منها معلومات او يتلذذ بيها وبس، لكن كان يدور على ايه عشان ينفذها. فانا قلت يبقى ابونا من باب اولى، يعني هو فعلا انجيل معاش. دايما لما بنيجي نتكلم عن ابونا بشوي فالناس عارفه ابونا بشوي اللي هو الكاهن اللي في الكنيسه القديس اللي بيعمل حاجات حلوه، بس انا عايز اتكلم عن ابونا بشوي الزوج بقى. يعني عايز اعرف انت مثلا انت وابونا بشوي اتعرفتوا على بعض ازاي؟ ده سؤال محرج قوي. هو ابونا بشوي ما كانش يعرفني شخصيا، يعني كان يعرف اخواتي الصبيان، اخواتي كلهم كانوا في مدارس الاحد عنده يعني، وكان هو معجب بيهم او بيحبهم قوي، وكان يجي يزورهم في البيت، بس ما حصلش ولا مره لا قابلته ولا كلمته. يعني هتستعجب لو قلت كلمه، انا ما كلمته بعد الاكليل مش قبل الاكليل. ما كلمنيش ابدا قبل كده يعني. يعني عمرك ما كلمتي مع ابونا؟ ما كلمتوش قبل الاكليل. ما حصلش، عشان هما كانوا مستعجلين على رسامته، وكان داخل الصيام. فجم كان يوم اثنين، يوم الاثنين يعني ماندي يعني. فكانوا جايين على الساعة 10:30 كده يعني بالليل، وقالوا لبابا انه عاوزين يعملوا يعني جبانيوت دلوقتي، وبكرة يبقى الإكليل عشان التلات آخر يوم في الصيام في الفطار. يوم الأربع كان الصيام هيبتدي الخميس، ويوم الأربع صيام. فهما جم وبابا وافق، عشان بابا يعني كان يعرفه معرفة كويسة قوي، كان يجي كتير يقعد مع بابا لما يزور اخواتي. بس ما خدش رأيك يعني باباك في الوقت ده؟ لا طبعا، قال لي يا بنتي اوعي ترفضي. وهو دخل معاه كان كهنة من الموروثية يعني، قالوا لي او ابونا اللي قالها ما اعرفش يعني، قال سيدنا بيقول لك اوعي ترفضي. سيدنا البابا، بابا كرولوس. بابا كرولوس. فانا يعني كنتش عارفه اتصرف يعني، بس بحب اسمع الكلام. فوقفوني جنبه وخلاص، وصلوا لنا. وتاني يوم كان الاكليل الساعه 8، فما اتكلمناش كلام، نتكلموا مع بعض لما وقفنا جنب بعض يعني، ما كانش في كلام. وتاني يوم احنا انا رحت الكنيسه اتناولت، وهو راح الكنيسه اتناول، وبعدين انا رحت مع واحد من الاباء للصاغ عشان يعملوا يعني عشان الدبل، واخدوا مقاس ابونا، وابونا كان بيشتغل مدرس هو. فهو راح المدرسة عشان يقدم استقالة،
واخدوا مقاس صباعه بس ما جاش معانا. كمان وانا بعد القداس فت على يعني اشتري الحاجات اللوازمه ليله الكليل بس يعني. ولا جهزنا حاجه ولا عملنا حاجه خالص. والساعه 8 كانت ليله عيد مريمينا، بابا كرولوس عمل العشيه وطلع واحنا دخلنا وراه، كان الساعه 8. وبعد ما كللنا طلعنا لفوق، هو باركنا بقى، وهو اللي ساعتها ممكن كلمنا بعض يعني اول مره بعد الكليل. بعد الكليل. طب لو انا دلوقتي، لو حد بيسمع يعني قصه زي كده دلوقتي في او الفتره دي او اي يعني او اي فتره، لو حد تقدم لها واحد يعني لازم تتكلم معاه او تشوفه. وبعدين انت قلتي عشان انا بسمع الكلام، بس ممكن الواحد يسمع كلام في موضوع اي موضوع، بس في موضوع زي ده يعني. بس مين بسمع كلام؟ مين ده؟ ده البابا او بابايا يعني، الاثنين قالوا لي الكلمه دي يعني. فانا احترم الكهنوت قوي قوي، وما كنتش يعني ما كنتش بفكر في شخص معين او حاجه معينه، فكنت بحب يعني زي ما ربنا عاوز يعني. فحسيت كلام ربنا فنفذته يعني. وبس. وبعديها كان المفروض يترسم يوم الحد، ف راحت لجنة الكنيسة تشكر البابا وتسلم عليه. فالبابا قال لهم انتوا عملتوا مذبحة ولا لسه؟ فقالوا له لا لسه. قال لهم طب ارسموا على ايه؟ روحوا اعملوا المذبحة وبعدين تعالوا نرسموا بقى. فتأجلت الأربع اللي ورا يعني، كنا قعدنا أسبوع إحنا مع بعض يعني، من ثلاث لثلاث. فلما ترسم راح على دير السوريان وقعد 40 يوم ورجع. رجع يوم الحد. طب تصوني بقى يعني، أما أبونا يعني أبونا بشوي دلوقتي هيبقى كاهن، والكهنوت ده مسؤولية، ودي برضو حياة، إن أنا يبقى عندي بيت دي حياة. فالكهنوت دايما بيبقى مشغول، ما فكرتيش برضو ده بس ده كاهن وانا هتبقى حياتي يعني مش تبقى حياه ماشيه بالشكل السيستم بتاع اي اتنين زوجين؟ ما انا كنتش بفكر في الحكايه اللي ان ابقى مشغوله بحاجه تانية يعني. انا عايزه يعني افرح قلب ربنا بس يعني، لكن يعني هبقى خدام ربنا يبقى كويس يعني، ما استاهلش ابقى خدامه. يعني انا بصيت لها من حتتي يعني، ما استاهلش ان انا يعني اخدم مزوجه يعني معينه، او حتى الطقس الجميل بتاعنا في الزفه بتاعت العروسه والعريس يعني، يقولوا في باتشيليت نمت فويسس يعني العريس ومعينته، مش بيقولوا العريس والعروسه. دلوقتي بيقولوا بالعربي بايخه قوي، بارك العروسين وما اعرفش ايه وكلام كده اي كلام. لكن يعني الاصل فيها القبطي بيقول العريس ومعينته. يعني في باتشيليت نمت فويسس، فهي وظيفتها انها معينه زي ما ربنا قال. زي ما ربنا خلق حواء خلقها كده، خلقها معينه. صح، معين نظير. تصوني يا ابونا بعد ما رجع من الدير اللي هي فتره ال 40 يوم، طبعا يعني كاهن يعني دلوقتي ومشغولياته كتير، وهو دلوقتي متزوج. فازاي ابونا، احكي لي يعني، كان بيعرف يوفق بين كهنوت بين البيت ده يعني؟ يعرف يوفق طبعا، لان البيت مش هيشغله كتير يعني، هيجي يلقى راحته في البيت وخلاص يعني. يعني هو يروح يشتغل ويجي يرتاح، ياكل لقمه وينام ويقوم يعني، ما فيش اي حاجه تعطله يعني. باختصار، لو قعدنا نتكلم عن ابونا بشوي يعني الزوج، يعني نقول عنه ايه يعني؟ ابونا بشوي كان هو يمتاز بالرئه بتاعته زايده يعني، ومحبه كامله يعني. انا بقول هو يعني انسان، هو رجل الله يعني، هو كان بيحب كله ان هو ينفذ وصيه ربنا بقد ما يقدر ينفذها، ما يبصش على راحته الشخصيه او الجسديه او اي حاجه يعني. حتى يعني مثلا انا مره كنت عاوزه اروح ازور واحده صاحبتي يعني زميلتي في الكليه يعني،
فبقول لابونا انا النهارده رايحه ازورها ساكنه ورانا يعني. فابونا قال لي طيب بالمره ما دام نازله في واحده ست قاعده لوحديها عجوزه يعني ست كبيره وجريت تفوتي عليها بالمره وتقروا الانجيل مع بعض يعني تفرح يعني هي يعني قاعده لوحديها يعني. قلت له ابونا بس انا يعني بلاش النهارده عشان انا يعني انا بحب اروح وارجع بسرعه يعني مش عاوز اتاخر بالليل يعني. قال لي براحتك يعني لو انت عاوز تبسطي حد تاني روحي، ما عاوز تبسطي نفسك روحي الحته اللي انت عاوز. قلت له ليه يا ابونا تقول كده يعني ده انا يعني يعني خليها مثلا بكره. قال لي زي ما انت عايزه، ما كانش يضغط عليك في اي حاجه او بامر يعني ما فيش عنده امر. فانا نزلت وقلت خلاص انا النهارده اروح لصاحبتي وبكره ابقى افوت على الست دي يعني. فروحت لصاحبتي لقيت حاطة قفل على الباب، قلت يوه ده ابونا بقى هو كان مش عاوزني انا اروح المشوار ده. فروحت للست يعني وفعلا انبسطت خالص خالص الست بزياره، قرينا الانجيل مع بعض، بقت فرحانه هي مسكينه قوي ما فيش حد بجيلها كتير. وروحت انا فرحانه، انا اللي كنت فرحانه قوي. فبعدين بقول لابونا على فكره ابونا انا رحت للست اللي قلت لي عليها، وقال لي طب وانت ايه مشاعرك؟ قلت له انا انبسطت جدا لان هي كانت فرحانه خالص. قال لي شفتي بقى؟ قلت له بس هقول لك الحق يعني انا الاول رحت لصاحبتي فلقيتها حتى قفل على الباب. فقال اشكرك يا رب ان انت بتساعدني وبتخليني يعني انا نفست يعني كده. ف يعني هو كان يعني اكتر صفه فيه ان ما كانش يخليك تعمل اي خدمه الا وانت يعني مستريح يعني مش بضغط يعني ما كانش يضغط يعني. كان ياخدني بمكر فعلا يعني يضحك عليا كتير بمكر. يعني ايه بمكر؟ زي بولس الرسول اخذتهم بمكر، هو كان بينفذ الايه دي ياخدنا بمكر. زي ايه مثلا؟ زي مثلا كان مره عاوز يزور في راجل كان تعبان عنده القلب وحالته متاخره خالص وهو راجل كبير في السن، وانا ما اعرفش هو زاره قد ايه ولا امتى ولا حاجه، بس هو جه يقول لي هو لما كان تعبان في اواخر ايامه ما كانش يرضى يروح لوحده يعني كان ياخدني معاه. فقال لي تعالي تيجي معايا نزور واحد انا يعني حاسس ان هو يمكن بين النهارده وبكره هيوصل السماء. قلت له قوي يا ابونا حاضر انا احب زياره العيانين يعني. فروحت معاه وبعدين دخلنا العماره بتاعتهم في الاسانسير على الجنب ده والسلالم على الجنب ده، لقيت ابونا رايح ناحيه السلالم. بقول له ايه ده؟ انا عارفه ان هم اخر دور. قلت له ابونا هو الاسانسير عطلان ولا ايه؟ قال لي سيبك من موضوع الاسانسير ده خالص، انا عاوزك في حاجه مهمه جدا. قلت له يا ابونا تحت امرك. قال لي عاوزك تعدي لي السلالم. قلت له حاضر. انا من طبيعتي ما احبش اناقش يعني ليه وعشان تعمل بقى يعني ما بحب اناقش. هو قال لي بقى هو في حاجه في ذهنه مظبوطه يعني. فانا قعدت اعد فكل شويه يقول لي بقينا بقوا كام. اقول له يقول لي وقت كنت غلطان. اقول لا وايه ماشيين كده بس لغايه ما وصلنا لاخر السلالم فوق. ابونا كان سابقني بسلمه واحده يعني، فابونا جه رن عليهم الجرس فتحوا بسرعه كنت انا وراه. هما شفقوا على ابونا ما شفقش على نفسه. قالوا له يا ابونا انت طالع السلالم دي الصبح وكمان طلعها تاني دلوقتي، يعني قلبهم على ابونا ان تعبان وطلع الصبح كان عندهم وجاي لهم تاني. وبعدين بيبصوا كده لقوني وراه قاموا قالوا له كمان تعب المدام. قال لهم لا ما انا صحيتها تعد السلالم. فانا عرفت كان بيضحك يعني بس هو خلاني انا اعمل واطلع. وما حسيتش فعلا ما حسيتش طلعنا كان 11 دور ولا بتاع، ما حسيتش بيهم عشان مشغوله بعاد بالعد. هي دي طريقته حتى في الخدمه يعني ما يبقى يعني ما حسسكش بتقل الحاجه يعني. هو كان مكر شويه. يعني دلوقتي حلوه الصفه ان انا ما اضغطش على الـ الزوجه او المخدوم او يعني السيد اللي انا بتعامل معاه.
تفتكر ده عشان هو اب كاهن ولا تفتكر ده ممكن لا انا بقول ده طبعه ده طبعه ده طبعه لانه يعني مش معايا بس يعني مع باقي الشعب يعني ما حسش ان هو كان رقيق قوي في مشاعره يعني ما قدرش يتقل على حد يعني في اي حاجه يعني هو طبيعته كده يعني كان هو ناري في طبيعته. ابونا كان يقول الهنا نار اكله وخدامه برضو ما في الرسائل في العبرانيين هي بيقول خدامه لهيب نار قال خدامه اللي في السماء لهيب نار واحنا على الارض نبقى نايمين ونعسانين ويا دوبك الواحد يروح الخدمه كده عشان يضيع وقت ما ينفعش مش دي الخدمه بتاعت ربنا خدمه ربنا لازم تبقى ناريه هو كان ناري في خدمته كان ناري لا يعرف راحه ولا يعرف ياخد اسبوع يروح مرسى مطروح ولا ما عارف يروح فين يقعدوا يتفسحوا او يريحوا نفسهم ما عملهاش ابدا يعني يروح معلش دير لازم يعني حتى لما سافرنا سيدنا البابا بعتنا لوس انجلوس وقعدنا 10 شهور قال الواحد نشف سيدنا البابا بابا كرولوس بابا كرولوس بعته سنة 69-70 احنا رحنا يوم ليلة عيد ماري مرقص فابونا اعتبر الرحلة دي على حساب ماري مرقص وربنا وفقه واشترى كنيسة اول كنيسة اشتراها ابتية كانت ابونا اللي اشتراها في امريكا كلها كان في لوس انجلوس بس قعدنا 10 شهور ورجعنا قبل ما نرجع يقول الواحد نشف ما فيش دير الواحد يقعد فيه ياخد شحنة يعني هي دي اللذة بتاعته يعني أما عشان يروح يريح في حتة يعني ويستجم يعني كده مش تبعه خالص هو كان يعني ناري بس في نفس الوقت كان يعني كان بسيط وحلو يعني تحب تسمع منه كلمة يعني ايه رايك في البيوت يعني مش حلوه ابدا الزوجات يعني اللي بيسمعوا حاجه زي كده دلوقتي يعني انا احب قوي قوي ان احترم الزوج سمع الكلام مهم في البيت طبعا يبقى انا اقبل بفرح وشكر اي حاجه من ايد ربنا اللي انا اقول لربنا يشفيني لسه كلامنا ما خلصش استنونا في الجزء الثاني للحلقه مع تصوني انجيل في بيت ابونا بشوي كامل الحد الجاي